Today we will talking about phrasal verbs. Phrasal verbs معناها هي الأفعال المركبة. What are the phrasal verbs? They are a combination of verbs plus prepositions to give a different meaning. هي عبارة عن مركب من فعل زائد حرف جر بيعطيني معنى آخر مختلف عن الفعل اللي إحنا بنعرفه. نشوف أول فعل عندنا اللي هو get. إذا حطينا معه الـ preposition on بصير عندي فعل واحد بقرأه get on، نتعامل معه one unit كأنه فعل واحد. بصير عندي أو بيعطي معنى to like one another معناها توافق، أو to cooperate اللي هي تعاون. شوف الـ example اللي أنا عندي. لما أحكي those two really get on، إنه هدول الاثنين بالفعل بيناتهم توافق أو عندهم تعاون. نشوف الفعل لما أحط له get on something، أضيف اسم إشي، بصير معناها to do something quickly، أي يفعل شيء بشكل سريع. الإكزامبل اللي عليها to do something quickly يعني يفعل شيء بشكل سريع. نيجي إلى الفعل الثالث اللي هو get up. get up بيعطيني معنى to stand up from a lying position to get out of bed، معناها يستيقظ. شوف الإكزامبل. get up you are late for work، استيقظ أنت متأخر عن العمل. شوف الفعل اللي بعديه اللي هو give. الفعل الأول اللي هو give in بصير to concede to what someone else wants you to do، بيتنازل أو بيفعل شيء يريده أحد منه، يعني لما يعمل إشي غصب عنه. شوف الإكزامبل. He gave in to her pressure. شوف give up. give up تعطيني معنى to quit due to difficulty، بمعنى يستسلم. شوف الإكزامبل. I give up it's too hard، يعني لما أحكي أنا استسلمت إنه شيء صعب. الفعل اللي بعديه هو make plus up بيعطيني make up. طبعا زي ما حكينا هو فعل لحاله يعني فعل كامل، بمعنى to decide أي يقرر. نشوف الإكزامبل اللي عليها. I've made up my mind to learn Polish، أنا حطيت في رأسي أو قررت أني أنا أتعلم البوليش اللي هو دهان. المعنى الثاني لmake up to repair relations between people، معناها يصلح أو يصلح علاقاته مع الناس. الإكزامبل اللي عليها He made up with his friends after the argument. الفعل اللي بعديه أو المعنى الآخر اللي بعديه اللي هو to lie. To lie معناها يكذب. زي لما أحكي He is just making it up. He didn't really meet the king. إنه هو يكذب، هو ما قابل الملك. طيب الفعل اللي المعنى الآخر اللي بيعطيني إياه make up اللي هو compensate or do in place of something، معناها يعوض عن شيء معين. المثال اللي عليها I have to work overtime to make up for the work hours I've missed، إني أنا بدي أشتغل وقت إضافي overtime to make up لحتى أعوض عن الوقت أو الوقت اللي ضاع في العمل. الفعل اللي بعديه اللي هو run. لما أحكي run into تعطيني معنى to meet unexpectedly، بمعنى يواجه أو يقابل أو faced. example he ran into an old friend، هو ذهب لحتى يواجه أو يقابل صديق قديم. نشوف لما تصير في حال run over something وأضيف اسم إشي معين، زي بتعطيني معنى to hit something or a car، بمعنى يحطم أو يكسر. شوف الإكزامبل اللي عندي He ran over my mobile phone، هو كسر لي أو حطم لي الموبايل. نيجي للفعل اللي بعديه اللي هو show. لما يجي عندي show مع up بتصير عندي show up، تعطيني معنى to appear at an event or appointment، بمعنى يظهر. شوف الإكزامبل. I can't believe Sarah didn't show up، أنا مش قادر أصدق إنه سارة ما ظهرت. نشوف show
وأضيف اسم إشي مع up تعطيني معنى impress make someone look stupid، معناها يظهر شخص ما كأنه غبي. شوف an example. I can't believe it. He showed me up at my own wedding. أنا مش قادر أصدق إنه هي خلتني أو هو خلاني أظهر بمظهر الغبي في my own wedding. الفعل اللي بعدي اللي هو turn. شوف turn off تعطيني معنى stop something electrical بمعنى يطفئ. الإكزامبل make sure you turn off the air condition. طبعا بدي أعرف إنه turn مربوط بمشين بإشي بقدر أطفيه وأشغله. زي المثال الأول اللي هون make sure you turn off the air condition، إنه بدك تكون واثق أو بدك تكون متأكد إنك أنت طفيت الكونديشن. نشوف turn on. turn on something electrical معناها يشعل أو يشغل. الإكزامبل turn on the light with you، إنه شغل أو شعل الضوء. هل فعلت؟ turn up بتصير معنى appear after being absent، يظهر شيء بعد اختفائه. شوف الإكزامبل after 2 weeks of searching he finally turned up، إنه بعد أسبوعين من البحث هو أخيرا ظهر. زي لما يجي حدا يدور على إشي معين بعد فترة إنه يرجع يظهر.